مؤاخذة بقى، ياما ما كنت أنا في السجن، ياما كنت في الحبس الانفرادي يعني، فقاعد بقى مقضيها تجرمة وقلة أدب، لغاية ما جالي في يوم زي ما تقول كده إيه خبر إن أمي هتاخد استمارة وتفلسع من الدنيا. أنا اتجننت، الله، أبقى محبوس يعني لا مؤاخذة وأمي تفلسع لوحدها؟ بقى دماغي عمالة تودي وتجيب ومش مستوعب. آه بقيت عامل زي موتور المية اللي شغال والمية قاطعة. مين اللي هيجيب لأمي الكهف؟ مين اللي هيجيب لها المعددة عشان خاطر تصيطها وسط النسوان؟ قلت ما بدهاش، هبت مني بقى، قمت داخل براسي في الحيطة وقعدت اخبطها واقول يا اما يا اما يا حبيبتي يا اما. عايز ايه يا واد عبد الجليل؟ جرى ايه يا اما؟ الله بحكي انا والرجالة. الله انت انت رامي يا ودي معانا ولا ايه؟ خشي نامي يا اما، خشي نامي في ليلتك. مش هنام لما تطلع تتخمد انت كمان. طب يا اما، طب يا ام الغوالي، انا جايلك يا غاليه، خش يلا حبيبي. لولا غلاوتك عندي اللي تشك في مخنوقك اللي بيتفرج عليه. المهم يا جدع منك ليه فتكوا في الكلام؟ لقيته داخل عليا. الباشا اللي كان في التلفزيون هو ده، دي عشه ناجي بعطا الله. ما هو لا مؤاخذه ما كانتش تحصل حاجه في المنطقه اللي انا فيها الا لما كان يجي، ولما كانت تتشم الكلانيه بتاعته بس في المنطقه من بعيد على بعد 10 كيلو كانت الدنيا كلها تقف على رد. وعمل معاك ايه؟ استفتاح كده يا معلم، امناولنا 4 في 4. 4 في 4 ايه؟ 4 في 4 اربع شلاليت على اربع بنيات مشكله. ساعتها اتكونت ارض ارض وعرفت ان مفيش حاجه في الدنيا دي تنفع ابن ادم، لا خال ولا عم ولا حتى الام. المهم يا معلم فتكوا في الكلام، هبت مني ما بقتش عارف اعمل ايه. الله، امي تموت وانا قاعد هنا محبوس. قعدت اصرخ تاني يا اما يا اما يا حبيبتي يا اما. عايز امي يا اما يا اما. فين بتنده عليا ليه؟ جرى ايه يا اما؟ في ايه؟ الله، ايه اللي جرى؟ انت هتطلع الواحد عن شعوره بره شعوره خالص كده ليه؟ الله، بطوح عينك انا والرجاله، مالك انت؟ ما تخش تنام يا اما في ليلتك بقى. الله، مش هتخمد الا لما تطلع تتخمد انت كمان. يا اما يا اما ابوس ايدك، انصرفي يا اما، انصرفي يا ام الغوالي وطلع لي. يلا حبيبي يلا يا اما. ضربه في لسانك بعد الشر بعد الشر. المهم فوتك في الكلام، لقيتهم قاموا واخديني موديني على السكن بتاع الباشا. انا قلت خلاص هتعزق الطريحه التمام، لقيت الباشا قام داخل عليا وقام رامي في وش شوال وقال لي البس يالا. شوال ايه؟ شوال الرز اللي بيجينا بتاع التعيين. المهم فتكوا في الكلام، قمت لابس لمؤاخذه الشوال وقام هو رابط الفيونكه، وقمت انا متشال. حطني فين؟ الله اعلم. تقولش في عربيه، تقولش في شنطه عربيه، شويه كده ولقيت الشنطه اتفتحت والفيونكه اتفكت، وبضرب عيني كده لقيت نفسي قدام بيت امي عشان خاطر اطمن عليها قبل ما تموت. عليا النعمه رجوله يا عبد الجليل. الله، امال ايه دي عيشه؟ بقول لكم ناجي بعطا الله، في رجوله كده؟ لا في مجدعه كده. الله، الراجل ياخدني على مسؤوليته وفي عربيته ويجيبني هنا عشان اطمن على امي قبل ما اتفلسع. ربنا يخليك لينا يا ناجي بعطا الله، والله يرحمك يا اما. ولا ايه يا رجاله؟ خير استاذ السفير. اتفضل يا نجمي. اداره مصر في وزاره الخارجيه الاسرائيليه هنا بعتين عايزين يقعدوا معاك. بخصوص ايه سيادتك؟ واضح ان تصريحاتك في البرنامج التلفزيوني ضايقتهم جدا. الحقيقه انت زودتها شويه. دول بيتلككوا بقى. انا عارف الموضوع ده جاي منين. جاي من عندهم هم من جوه. أنا عايزك تدير المسألة بشكل لائق. إحنا دبلوماسيين وعمرنا ما اتصرفنا بشكل انفعالي. يعني هيتحقق معايا هنا أستاذ سفير ولا إيه؟ لا إطلاقًا، ولا حد يقدر يقول كده. هم باعتين يقولوا إن في بعض الاستفسارات الخاصة بيك، عشان كده عايزين نتكلموا معاك.
زائف جدعون مدير إدارة مصر في الوزارة. اتفضل مستر ناجي. في الحقيقة أنا عاوز أتعرف بسيادتك من زمان، بس الظروف بقى ما سمحتش. خير يا مستر زيف. أولاً لازم سيادتك تعرف إن إدارة مصر هي أهم إدارة عندنا في الوزارة، والسياسة الإسرائيلية يهمها بشكل كبير استمرار التعاون معاكو وتلطيف الأجواء دايماً. وإيه اللي عكر الأجواء يا سيد جدعون؟ يعني بعض العبارات اللي حضرتك قلتها في الحفل كانت قاسية وسابت ردود أفعال مش لطيفة في الجو العام. يا سيد جدعون، إحنا لو وقفنا البعض على الكلمة مش هنخلص. أجيب لك جمر وعبارات زي الزفت قالوها مسؤولين إسرائيليين عن مصر وبيقولوها كل يوم. أنا مش عاوز سيادتك تنفعل. أنا أصريت إن لقائي معاك يبقى ودي علشان أعبر لك عن وجهة نظر أكيد تهمك وتخليك كمان تكون أكثر حرصاً بعد كده في تصريحاتك. أنا عارف أنا بقول إيه كويس، أنا ما بهرتلش. عموماً الموضوع ده خلص خلاص، احنا عاوزين نتكلم معاك في موضوع تاني خالص. موضوع ايه؟ بس لو تسمح لي، في اتنين هينضموا لنا يشتركوا معنا في النقاش. مستر مشتيف باولا مدير جهاز الامن العام. رفس يوسي كارم من الامن العام، عارفه كويس. نجبك، نحن في عنا بعض الأسئلة والاستفسارات وحابين من سيادتك توضيح حولها. أسئلة؟ ومن إمتى الأمن العام بيحقق مع الدبلوماسيين؟ نحن منعتذر نجبك، إحنا بدنا تفسير لشبكة العلاقات الكبيرة اللي أنت عاملها في تل أفيف. أنت بتسألنا أنا؟ أنا راجل محبوب وليا شعبية كبيرة في وسط الناس، بتسألهم هم؟ إيه سبب ترددك على سوق الكرمل بشكل مريب؟ الله، أنا راجل عازب وعايش لوحدي، لما أحب أشتري خضار هشتري منين؟ من الأجزخانة؟ دايماً نشوفك واقف مع واحد اسمه مصعب أبو الجدايل، عنده كشك في السوق، إيش علاقتك فيه؟ أنا معرفش حد اسمه مصعب أبو الجدايل. واسمع بقى، أنت جيت لي مرة البيت الساعة 1 بالليل وكنت عايز تخش بالعافية، وأنا عديتها ما رضيتش أعليها، لكن أقسم بديني أنا أفضحكم في وسط الدنيا كلها، واحترم نفسك واعرف أنت بتكلم مين. يوسي تشتطيك، قال تدبر. أنا بقدم اعتذاري للمرة الثانية نجيبك، وأرجو أنه تقبله.